السلام عليكم. واجهت سامسونج الوان يو اي 6 والكشف عن الجدول الزمني للهواتف التي ستحصل على التحديث في ديسمبر ويناير مع 6 ميزات جبارة. على مدار الشهرين الماضيين طرحت الشركة الكورية سامسونج تحديث واجهة سامسونج وان يو اي 6 لمجموعة من هواتفها الذكية، ولقد وصل التحديث بالفعل إلى معظم هواتفها من الفئة الرائدة وأيضا الكثير من هواتف الفئة المتوسطة. هواتف سامسونج التي تحصل على واجهة سامسونج وان يو اي 6.0 ديسمبر 2023، جالاكسي اف 54 5G، جالاكسي زي فليب 3 5G، جالاكسي تاب اس 9، جالاكسي زي فولد 3 5G، جالاكسي تاب اس 9 5G، جالاكسي اس 21 اف اي 5G، جالاكسي تاب اس 9 بلس، جالاكسي اس 21 5G، جالاكسي تاب اس 9 بلس 5G، جالاكسي اس 21 بلس 5G، جالاكسي اس 21 الترا 5G، جالاكسي اي 14، جالاكسي اف 14 5G، جالاكسي ام 14 5G، جالاكسي اي 33 5G، جالاكسي ال اي 53 5G، جالاكسي ام 33 5G، جالاكسي ام 53 5G، جالاكسي تاب اس 8، جالاكسي تاب اس 8 5G، جالاكسي تاب اس 8 بلس، جالاكسي تاب اس 8 بلس 5G، جالاكسي تاب اس 8 الترا، جالاكسي تاب اس 8 الترا 5G، جالاكسي اي 52، جالاكسي اي 52 اس 5G، جالاكسي اي 72، جالاكسي تاب اي 8، جالاكسي تاب اس 7 اف اي، جالاكسي اي 24، جالاكسي تاب اس 9 اف اي، جالاكسي تاب اس 9 اف اي بلس، جالاكسي زي فليب 4، جالاكسي زي فولد 4. وأما بالنسبة ليناير 2024، جالاكسي اي 23، جالاكسي اي 23 5G، جالاكسي اف 34 5G، جالاكسي ام 34 5G، جالاكسي اف 04، جالاكسي ام 04، جالاكسي تاب اي 9. وفي وقت سابق من اليوم وصل تحديث واجهة سامسونج وان يو اي 6 الى هاتف الجالاكسي الاس 21 والاس 21 اف اي الذي يعمل بواسطة معالج سناب دراجون 38، وتشير القائمة الى ان الهاتفين الاف 34 والام 34 5G سيتلقيان التحديث في شهر يناير، ومع ذلك فقد حصل كلا الجهازين بالفعل على تحديث واجهة سامسونج الوان يو اي 6. واما بخصوص مميزات تحديث واجهة سامسونج الوان يو اي 6.1 المتوقعة، يقال انه سيجلب العديد من الميزات الجديرة بالملاحظة، بما في ذلك الخلفيات التي تم انشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ووظائف تحرير الصور مثل نقل الكائنات وتوسيع الخلفية ونقل الموضوع الابداعي بين الصور وسامسونج نوتس المحسنة مع التنسيق التلقائي والترجمة المباشرة للمكالمات وتحسين وضوح المكالمة من خلال التركيز الصوتي للتخلص من ضوضاء الخلفية. يمكننا أن نتوقع وصول التحديث قريبا بعد إكمال سامسونج طرح تحديث واجهة سامسونج وان يو اي 6.0 في جميع أنحاء العالم. ما أكثر ميزة نالت إعجابكم بالتحديث، وما رأيكم في هذا الجدول الزمني؟ شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.